سعيد. فالجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستغل هذه المناسبة من خلال موقع إسبريس باش توجه للمستهلك والمستهلكة المغربية تهاني بهذه المناسبة الكريمة. وحنا المغاربة معروفين بالكرم، وبعض المرات قاعد تنفوتوا الكرم على روسنا. فبالطبع بأن هذه مدة سنوات والسوق المغربي تعرف وفرت المواد الغذائية، وأكثر من هذا ما بقاش مطروح عندنا المشكل ديال الوفرة ديال المواد الغذائية، ولا مطروح عندنا مشكل آخر وهو المشكل ديال هدر هذه المواد الغذائية. لا يعقل باش تجي واحد المنظمة دولية وتصنفنا حنا المغاربة تقولنا بأن راه تضيعوا أكثر من 90 كيلو في السنة لتتلح في القمامة ديال النفايات، أي في الطارو ديال الزبل لكل مواطن. لا يعقل بأن في هذا الشهر رمضان تيعرف الذروة ديال هذا الضياع، بأن كل عائلة في المعدل تتخسر أكثر من 500 درهم فين في النفايات، بأن فحشاكم في الطارو ديال الزبل. فبالطبع بأن علينا احنا كمستهلكين ومستهلكات باش نغيروا النمط ديال الاقتناء ديالنا، نشريو الا الحاجه اللي محتاجينها، بان الحمد لله كل شيء في السوق. لا مشيت اليوم السوق ولا مشيت غدا ولا بغيت غدا بان كل شيء غنلقاه، بان اكثر من هذا ولا عندنا مشكل، وهو بان الوفره ديال المواد مثلا بحال هذه السنه الحليب عندنا بكثره نظرا لان تزامن رمضان شهر رمضان مع شهر ديال الذروه ديال الانتاج ديال الماده الحليبيه. فبطبع ان كذلك هناك مواد اخرى اللي متواجده، فعلينا حنا المغاربه حنا المغربيات فبطبع علينا خصنا نبدلوا النمط ديال العيش ديالنا، ونبدلوا النمط ديال هذا التباهي بان ديال الطبله في رمضان خاصها تكون متنوعه وعامره، باش في الاخر شكون اللي تيستافد من هذا؟ وهو بان اللي تيتكرفصوا فيه هو الناس ديال النظافه. وبالطبع بان هاد المواد اللي تلوحوا في النفايات راه قريبا كثره منها بان تنقتنيوها تيشريها المغرب بالعمله الصعبه، بان لهذا الجامعه نظمت هاد السنه هاد الحمله التحسيسيه ضد الهدر ديال المواد الغذائيه لترشيد المواد الاستهلاكيه ما فيها الضوء، بان ماشي يفوت رمضان كلشي يبداو الشكايات يجيو بان الضوء جانا غالي. فعلينا باش نحاولوا على جيوبنا بان خموا بان ملي تكون مخرج حشاك ديك ميكا ديال الزبل خمم بان راك فيها ثلث بان ديال الفلوس ديالك خارجه من جيبك خارجه للمطرح النفايات. ومره اخرى رمضان مبارك سعيد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.